بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنه يسود البلاد النهاردة طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، بيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة والحد شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. رؤية بتقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والحد شمال الصعيد. كمان بتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها هيكون جنوبية غربية معتدلة بتنشط على غرب البلاد، بتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة هتكون العظمى في القاهرة 34 والصغرى 18، وإسكندرية هتكون العظمى فيها 31، أما الصغرى فهتسجل 15 درجة. طيب، تطمينات أكتر عن حالة الطقس بينضم لنا هاتفيا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أهلا بك يا دكتور محمود. صباح الخير يا استاذ هشام، اهلا بك يا دكتور محمود. كل سنه وحضرتك طيب. خلاص يومين دول يومين اعياد، فعايزين نطمن من حضرتك على حاله الطقس سواء فيما يتعلق بطقس اليوم او حتى الايام الجايه، لان الايام الجايه طبعا في بقى خروج للمتنزهات وغيره، فعايزين ندي للناس طمانه ونعرفهم حاله الطقس عشان يكون في استعدادات من جانبهم لما يجوا يخرجوا لهذه المتنزهات. طبعا في البدايه كل سنه وحضرتك طيب، وبأمن كل الشعب المصري بالاعياد المتواليه علينا، وربنا يجعل ايام الشعب المصري كلها اعياد ان شاء الله. اللهم امين. طبعا في البدايه احنا قايلين ان في موجه حاره بتتعرض لها البلاد استمرت معانا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، وطلعت الهيئه العامه للارصاد الجويه بيان على لسان الدكتور احمد عبد العال، وقلنا ان درجات الحراره اعلى من المعدل من 3 لـ4 درجات وهتستمر معانا لغايه يوم الاثنين على الاقل. كنا قاصدين بقى على الاقل دي، لان مع نهايات الاسبوع او حتى نهايه الاسبوع هتوالي درجات الحراره ارتفاعها، وان حصل بكره انكسار نسبي في درجات الحراره، يعني النهارده 34 القاهره على سبيل المثال، متوقع بكره 32، ولكن برضو احنا لسه اعلى من المعدل، واعتبارا من الثلاث هتوالي درجات الحراره ارتفاعها مره اخرى لتصل مع نهايه الاسبوع الى ما يقرب من 37 و38 درجه مئويه. طبعا الموجه ارتفاعات برضه يا دكتور محمود، ارتفاعات ملحوظه علي. ارتفاعات واضحه طبعا في درجات الحراره، ولكن برضه ايام الربيع ارتفاع درجات الحراره ما بيكونش معاه ارتفاع في نسب الرطوبه، فالى حد كبير بس بيكون في اتربه او غيره ولا الحراره بس؟ لا، هو الحمد لله الموجه دي ما فيهاش، يعني مش مصحوبه بنشاط رياح مثير للاتربه، النشاط هيبقى محدود وفي مناطق صحراويه طرق مكشوفه بشكل محدود جدا، يعني مش هيأثر على اي خروجات او اي انشطه يوميه او اي احتفالات ممكن الشعب يقوم بها. الاجواء مستقره، شبوره الصبح بدري، الرياح هاديه، الملاحه البحريه معتدله في البحرين، اجواء ممتعه جدا هتسمح لكل الساده المواطنين بقضاء اجازه سعيده سواء على سواحل البحر المتوسط او البحر الاحمر او على ضفاف النيل او في جميع الحدائق العامه، جو ممتع جدا. ولكن طبعا تبقى النصيحه اثناء القياده على الطرق الزراعيه والطرق القريبه من المسطحات المائيه في الصباح الباكر، القياده بهدوء بقدر الامكان عشان تكون الشبوره، ويعني المتوقع ان الشبوره ما تكونش كثيفه، تكون شبوره عاديه برضو تسمح بحركه السفر. ايضا الساده المواطنين اللي مش متعودين طبعا على الارتفاعات دي في درجات الحراره، لان الفتره اللي فاتت كان الجو مستقر وخارجين من جو شتاء، فجسمنا مش متعود على شرب الميه بشكل كتير، فنبدا بقى نحاول احنا نمرن جسمنا ان احنا نشرب ميه بشكل يعني على فترات قصيره حتى لو ما كناش عطشانين حتى. بس في هذا التوقيت بقى دكتور محمود خلاص الناس ممكن تبدا ان هي تلبس اللبس الصيفي. بالفعل طبعا. ولا في ارتدادات تانية؟ الملابس. لا، هنبدا نخفف الملابس. تخفيف مفيش مشكلة. هنخفف الملابس بشكل كويس. الفترة اللي جاية حتى درجة الحرارة الصغرى اللي كنا بنحذر منها ان بيكون في انخفاض في درجات الحرارة في الصغرى، لا، درجات الحرارة الصغرى هتعلى برضو الأيام اللي جاية، هتبدأ تسجل 18 و19 و20 كمان، فطبعا الجو صيفي بقى. الجو هيبقى صيفي إلى حد ما. ولكن طبعا متابعة النشرة الجوية بعد نهاية الأسبوع، لأن وارد طبعا مع نهاية الأسبوع تكون في فرص أمطار خفيفة على السواحل وجه بحري ممكن توصل القاهرة، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة مش هنشعر بهذه الأمطار بشكل كبير. أمطار خفيفة ما فيهاش أي مشكلة برضو، وهنبدأ نتابع لأن ممكن درجات الحرارة تنزل بعد كده الأسابيع الجاية إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، كنت معنا هاتفيا.